انا بعتبر نفسي طبيب بنسميها anterior segment and refractive surgeon، طبيب للقرنيه وعلاج عيوب الابصار. فاي امراض للقرنيه تتعلق بالقرنيه زي القرنيه المخروطيه او امراض عيوب البصر، قصر النظر والانحراف وطول النظر، احنا بنعمل عمليات زي الليزك والانتراليزك والليزر السطحي والفيمتو ليزك، فيمتو كلير، فيمتو سمايل، وحقن العدسات داخل العين. دي من اختصاصي اللي انا متخصص فيه. المركز الاسباني هو اللي يمكن بيتي، وبحاول اني اكون زي ما انا كنت مريض من 18 سنه، اقدم نفس الكواليتي اللي كنت اتمناها لنفسي اقدمها لمرضانا. فبنحاول نشوف عدد محدود من المرضى يوميا، بيديله كل مريض بيديله على الاقل ساعه موجود عندنا في المركز. بنعمل كل الفحوصات اللازمه، 100% من الفحوصات للشبكيه والعصب البصري وضغط العين وفحص النظر وسماكة القرنية والأشعة المقطعية للشبكية والعصب البصري، بحيث نكون فكرة عامة عن المريض. بنشوف قاع العين ونفحص المريض ونتكلم عن كل الأمراض الممكنة، بحيث نستبعد أي شيء يمنع أن العملية تكون آمنة ونتيجة 100%. ففي اعتقادي إحنا كلنا أقل موظف موجود معانا هنا بنعمل مع بعض على الأقل بقالنا 7 سنين، وعندي زملائي احنا اكتر ما بنشتغل مع بعض بقالنا 18 سنه الان سوا كلنا في نفس المركز، وبنحاول نحدث الاجهزه. فبنعتبر نفسنا بيت وعائله، بنقدر نحاول على قد ما نقدر نرضي المريض ونصل الى رغباته، يعني نحقق رغباته باذن الله. في خلال الساعه اللي المريض بيمر فيها في المركز احنا لازم نعمل كامل الفحوصات عشان يحس بالاطمئنان. بيمر على الريسبشن بيديله معلومات وانستراكشن قبل وبعد العمليه، بيمر على التمريض بيسالوه اسئله عامه لها علاقه بالصحه العامه ولو في امراض او حساسيه، بيمر على الاخصائي البصري بيتكلم على العدسات اللاصقه وبيتكلم على النظارات، بنعمل فحص اعاده فحص ثاني للنظاره. بيجي عندنا في العيون بنشرح له كل شيء يتعلق بمشاكله او اللي هي الاعراض الجانبيه اللي ممكن تخطر في راسه ونرد عليها. بنختار على اساس السن والعمل والرياضه والبلد اللي مقيم فيها نوع العمليه، يعني الطيار غير البوكسر غير لعيب الكره غير واحد حضرتك داخل خدمه وطنيه. فبصفه عامه بنديله الاحساس النفسي ان هو نعم الاجراء سهل، الاجراء بسيط، محتاج اجهزه ومحتاج خبره اطباء، لكن الساعه العامه دي اتوقع ان المريض فيها بيحصل على ثقه وترابط بيننا وبين المريض، وهي دي اللي بتبني العلاقة الدائمة واللي بتخلينا ما شاء الله الحمد لله حتى اليوم المرضى بيرجعوا لنا والورد اوف ماوث او المريض يتكلم مع مريض، هي دي بتبقى بنسبة 80% الريفرنس اللي بيرجع المريض علشان. سجل الآن واحصل على استشارة مجانية معايا دكتور تامر سالم في المركز الإسباني دبي شارع الجميرة. تحياتي.